بسم الله. من المنصات الاونلاين الواحد شار عليها وشاف انها كويسه بيم تريك. بيم تريك عباره عن ايه؟ عن موقع على النت ترفع عليه شغلك وبعد كده اي حد ممكن يشوفه. هتلاقي فيديوهات كتير عن بيم تريك دي في بيم اريبيا على اليوتيوب. والجميل ان هو ليه ادنس جوه الريفت وادنس جوه النفس وركس بحيث ان انت تقدر ترفع شغلك اوتوماتيك والناس تبدا تشوف الشغل دوت. فانا بقول له انا عايز اشوف الكراش بين بوينت اكتف سيكشن بوكس. طيب بقول له ايه؟ بوبن. بقول له اوبن بيم تراك، وهنا بتختار اسم اليوزر بتاعك او المشروع بتاعك. هنا بتبدا تشوف انهي مشروع اللي انت شغال عليه. وبعد كده دي الملفات والتقارير والحاجات دي كلها. اشتغلنا احنا على الموقع ده قبل كده اونلاين، فتقدر من هنا تشوف الحاجات. تقدر تقول له فيو اند اديت، تعمل تحرير الريبورت دوت وتقول انا موافق عليه مش موافق، المشكله دي عايز تحل وهكذا. تمام. مثلا هنا هتقول له مثلا المشكله ديت اعمل لها ديسكريبشن، المفروض مين اللي يحلها، فادي له حد الشخص المفروض يحلها. الاهميه طبعا كله هيعمل هاي عايز يخلص خلاص. الزون موجوده في انهي زون، الليبل بتاعتها، التيم اكسس مين اللي من حقه ان هو يدخل يشوف المشكله ديت. الطيب الستيتس، هل المشكلة دي اتحلت ولا متحلتش ولا بتتحل وهكذا.